هي احنا النهارده واقفين اكتر من حوالي 300 محامي عاملين اعتصام مفتوح بدايته من النهارده لتضررنا من القاضي اللي بيحقق في قضيه الجمل المسماه بقضيه الجمل اعلاميه. احنا دلوقتي اكتر من 200 محامي محامين المتهمين اللي في القضيه والناس متضامنين معانا من نقابه المحامين. القصه باختصار، الراجل ده بيطبق كل حاجه مخالفه للقانون. اول حاجه رفض ان احنا نطلع عن القضيه من بعيد او من قريب، ورفض يخلينا نعمل استئناف في القضيه. ولما جينا طلبوا بعض المتهمين في القضيه ارسال السيديهات للجنه فنيه لمعاينتها، لا، عشان السيديهات دي معظمها مزوره، رفض القاضي المحقق انه يبعت السيديهات للجان الفنيه عشان يتشاف زكاه السيديهات دي مزوره ولا حقيقيه. حاجه الاخطر بقى في الموضوع ان هو شغال في القضيه بالمزاج. يعني ايه بالمزاج؟ يعني انا لا عندي لا ادله ثبوت ولا عندي ادله اتهام ولا عندي حاجه خالص. حد من الشارع كتب بلاغ في فلان الفلاني، تاني يوم يجيبه ويديله 15 يوم. درجه ان هو عمل امبارح لو كلنا فتحنا جورنال الاخبار اول صفحه ادى شاهد في القضيه 15 يوم. احنا اول مره نشوف شاهد الزور ياخد 15 يوم في قضيه. شاهد الزور ده حاجه من الاثنين، يا اما بلاغ كاذب غرامه، يا اما شاهد زور على ايه؟ مش هو اللي بيحقق، ده لحد تاني. هو القصه باختصار ان احد شهود الاثبات بتاع الاستاذ صلعت الاواس نسب له في التحقيق ان هو الراجل شافه وهو بيحرض البلطجيه على قتل المتظاهرين، فراح يعدي الاقوال وقال يا جماعه انا ما شفتش، انا سمعت الناس بتردد تقول كذا. ففضح الدنيا بقى، راح مديله 15 يوم. طلع قال له هو انت لما كنت عايز تحبس طلعت الاواس تجيب لي ليمون في مكتبك، ولما انا جيت قلت الحقيقه تحبسني 15 يوم؟ ففضح الدنيا. احنا طلباتنا محدده، احنا بنقول المجلس العسكري الراجل القائم عليه راجل محترم المشير طنطاوي، احنا مش بنقول حقيقه، احنا عايزين القضيه يا اما تروح النيابه العامه صاحبه اختصاص الاصيل، يا اما تروح النيابه العسكريه اللي هي حققت اصلا في القضيه. ما فيش منطق يا جماعه ان القضيه يبقى فيها 500 محرض وما فيهاش فاعل اصلي. يعني هو فين الفاعل الاصلي في القضيه؟ كل الناس اللي مرميه في السجون دي كلها محرضه محرضين، الاتهام الموجه ليهم التحريض. طب فين الفاعل الاصلي؟ فين اللي ضرب؟ فين اللي خد الفلوس؟ فين اللي عمل؟ فين اللي سوى؟ مفيش الكلام ده، وشغال في القضيه بالمزاج ومفيش حد عارف يكلمه، وقال لك المحامين دول انا هديهم بالجزمه ولا حد يفرق معايا، وشغال في القضيه بالمزاج. ما ينفعش الثوره قامت عشان العداله والحريات والديمقراطيه. اعتقد ان بعد الثوره لا في عداله ولا حريات ولا ديمقراطيه، بدليل ان الراجل شغال بالمزاج. مفيش حد يشتغل بالمزاج، ده احنا اللي يحكمنا قانون العقوبات وقانون المرافعات. هو راجل شغال بالقانون بتاعه بس. ده باختصار الموضوع. شكرا يا فندم. لميتها لك انا، بتهيألي لميتها لك يعني. شكرا.